مشاهدين اليوم السابع صباح الخير على حضراتكم. زي ما انتم شايفين احنا بننقل لكم اجواء الحياه في مدينه فيينا عاصمه دوله النمسا. كتير من المواطنين زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بيفضلوا الحقيقه ركوب الدراجات، وان هي كوسيله مواصلات مفضله لديهم لانها بتتميز الحقيقه ب يعني عامل النظافه وبعيد عن التلوث طبعا البيئه اللي احنا بنشوفه طبعا سواء في الحاجات الخاصه بالسيارات او حتى بالاتوبيسات. الحاجه الثانيه طبعا احنا متواجدين في مدينه فيينا ان شاء الله عشان هننقل لحضراتكم اجتماعات الدوره 77 الخاصه بمكافحه المخدرات التابعه للامم المتحده واللي بتعقد في فيينا، وهيشارك فيها العديد من الدول، وايضا بتشارك الدوله المصريه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان لعرض تجربه مصر يعني الخاصة في الوقاية المبكرة وحماية الشباب من تعاطي المخدرات. صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بيشارك في الدورة 77، والمقرر اللي هتفتتح الدورة 77 الحقيقة الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا. وهيتم طبعا مشاركة كتير من وفود ودول العالم، واحنا طبعا ده ان شاء الله هيبقى على مدار اليومين المقبلين. ولكن احنا الحقيقه يعني حبينا يعني نعيش مع حضراتكم في الاجواء وننقل لكم الاجواء والحياه في مدينه فيينا. زي ما انتم شايفين بتتسم بالهدوء، لان الحقيقه كمان يمكن فيينا من المدن اللي هي يمكن مع الساعة يعني 8 يعني يوميا بنلاقي ان الحياة شبه يعني بتنتهي من الساعة 8، بنلاقي ان كل المحلات والمولات بتبدأ تقفل مع يعني نهاية النهار بالتحديد في الساعة 8 مساء كل يوم. ولكن زي ما انتم شايفين حضراتكم كده احنا يعني بننقل لكم اجواء يعني الحياة بطبيعتها في شوارع الرئيسية في مدينة فيينا. واحنا كمان يمكن دلوقتي يعني امام محطة مترو ومحطة دراجات اللي بيستقلها الكثير من المواطنين كوسيلة مفضلة. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم يعني الدراجات هنا وسيلة مفضلة للمواطنين. خليني كمان اقول لحضراتكم يمكن على مدار يعني الساعات الماضية بدأ وفود دول العالم تتوافد على يعني مدينة فيينا استعدادا للمشاركة في اجتماعات الدورة 77 للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، واللي هتعقد في مدينة فيينا على مدار اليومين المقبلين. والحقيقة كمان هيشارك كل دولة هتشارك بالتجربة بتاعتها في مكافحة تعاطي المواد المخدرة، وهتشارك يعني الدولة المصرية ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهيعرض يعني الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تجربة مصر في اجتماعات الدورة 77 للجنة مكافحة المخدرات في العاصمة فيينا.